وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من الرياض هذه المرة الإعلامي الرياضي خالد الغانم. مساء الخير سيد خالد، إذا تابعنا جميعا السباق الكبير الذي شرفه ولي العهد والذي فاز به البرتغالي داكوستا والذي فاز بسباق فورمولا اي الدرعية. بداية دعني أبدأ معك بهذا المحور سيد خالد، كيف برأيك يستطيع سباق فورمولا اي والتي تحتضنها الدرعية طبعا في نقل الصورة الحقيقية عن السعودية وعن شعبها إلى العالم، خاصة وأن هناك حضور وزخم إعلامي من الإعلاميين الدوليين الذين حضروا لهذه المناسبة؟ في البداية مسي عليك وعلى الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. صراحة أنا استمتعت باليوم بالكلام الجميل اللي قالوا الزملاء اللي سبقوني، واستمتعنا أيضا بالفعاليات الجميلة اللي شرفها وكرمنا احنا كرياضيين جميعا حضور قائد المهرجان وهذه الفعاليه وهذه الاحتفاليه الجميله بصراحه، اللي هو الامير محمد بن سلمان، اللي هو يعني خلينا ابدا من كلام هو كتبه على الصاروخ اللي يطلق للسماء دائما. انا احب اردد العباره دي اللي قال فوق هام السحب، حيث يرانا هو احنا كشعب ويرى البلد هذه دائما فوق هام السحب. البلد يعني احنا عندنا ثروات كثيره يعني متنوعه اثريه، يعني في اثار، في عندنا بعد تاريخي كبير بالنسبه للدرعيه لما تتكلم عليها ما كانت فعلا مستغله بشكل جميل او بشكل صحيح. الان نجد انه الامير محمد بن سلمان وبدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظهم، بانه كل الصعاب اللي تتواجه الفرق اللي تعمل لتاهيل هذه الفعاليات تجدها تحل وبشكل سريع. جميعا احنا طلعنا على الخبر لانه بتدخل الامير محمد بن سلمان كثير من العقبات سواء الرياضيه او حتى المشاريع الاخرى يعني زالت وكان لم تكن موجوده. نعم. واشياء كانت تحتاج لها الى سنوات اختصرت في اشهر عديده. نعم. صراحه الفعاليه اليوم هي بلا شك سيد خالد التنوع الرياضي والثقافي الذي تشهد المملكة حاليا هو ما شاء الله يعني متنوع وعلى كافة الأصعدة. دعني أتوقف معك سيد خالد حول التأشيرات التي حرص العالم أجمع للحضور لهذه الفعالية. بتكلم هنا وتحدث عن طلب التذاكر، تشير الإحصائيات من هناك تقريبا 40,000 تذكرة حرصوا للحضور إلى الفعالية، طبعا الغالبية من السعودية ولكن أيضا هناك حرص أيضا من العالم لحضور هذه الفعالية، كيف ترى أهمية هذا الأمر؟ شوف، لمكانة المملكة العربية السعودية العالمية سواء مهما حاولت بعض الأصوات النشاز أو بعض الدويلات بتشويه هذه الصورة، لكن الواقع والشمس تفرض نفسها، الجميع يطمح بأنه يرى كنوز الموجودة في المملكة العربية السعودية الأثرية. إحنا عندنا أثار وعندنا بعد تاريخي كبير. المملكة العربية السعودية قاعدة تتكلم على حضارات متواترة على هذه الأرض الطاهرة. كثير من الناس حابين يجون يعرفون من هو الشعب السعودي، يعرفون الشعب التالي. يعني كل الجولات السابقة اللي كانت تروح للمعارض اللي قالها أحد الزملاء قبل شوي بأنه سواء معارض شاركة السعودية سابقا لتوضيح من هي السعودية، الآن جاء وقت أنهم يجون يشوفون على أرض الواقع، يشوفون الشعب المضياف، يشوفون الترتيبات والعمل الكبير المنجز من قبل الحكومة السعودية من قبل الشعب السعودي. لكن خلينا أشير لنقطة مهمة. تفضل. هنا يجي دور رجال الأعمال السعوديين والاستثماريين. يجب أنه أنت يعني تضع يدك بيد الجهات الحكومية وأن تستثمر في هذا المجال. الحكومة قاعدة تجهز لك فرص كبيرة وعديدة بشكل كبير للاستثمار الداخلي. فأتمنى فعلا يعني عندنا احنا يعني اتمنى نشوف نوادي رياضيه مش فقط لكره القدم. يعني انت قاعد تتكلم على الفورمولا 1، شفنا اثنين المسابقين السعوديين تصدروا الفئه حقتهم، كانت شيء جميل ومبهر بصراحه. شفنا التفاعل الشعب بشكل عام، كل سكان الرياض كانوا متفاعلين جدا. الدرعيه قاعده يعني تتجدد وتعود مره ثانيه للواجهه يعني كبعد اثري وتاريخي. نعم سيد خالد، اضافه الان اصبح رياضي حتى. نعم دعني اسالك سؤال مباشر، هل حضرت الفعالية؟ والله أنا اليوم ما حضرت لكن أنا ناوي أحضرها بكرة بإذن الله. بإذن الله. طبعا نعلم سيد خالد بأن البطولة من مميزاتها بلا شك هي قدمت يعني وسيلة مثلى ومبتكرة للفعاليات الترفيهية، يعني نحن نتكلم عن فعالية ترفيهية تخاطب العائلة وتخاطب أيضا الشباب السعودي،
هذه الفعالية لم تقتصر على الرياضة فحسب، إنما هناك تنوع ثقافي غنائي تراثي. هذا الزخم وهذا الحضور والتنوع كيف ترى أهميته سيد خالد باختصار لو سمحت؟ أبشر. شوف بصراحة كل من زار أو حضر الفعاليات، أنا أخذت بعض الانطباعات من بعض، يعني دائما يهمني أخذ انطباع من حضر، من شاف، من عاش الحدث فعلا. الجميع كان منبهر، الجميع كان مبسوط جدا من التنظيم. التنوع الثقافي، وجود سواح بشكل، يعني احنا اعتدنا انه اغلب اللي يجونا في المملكة العربية السعودية يجونا للعمل، لكن يجيك ناس للسياحة ونطلع على الآثار والثقافة والتطور الموجود في البلد، هذا الشيء قاعد يتغير الآن. احنا الآن قاعدين يعني قاعد نشوف سعودية جديدة مختلفة كليا، لا تختلف عن أي دولة راقية من دول العشرين اللي هي G20. احنا الآن السعودية الحمد لله رب العالمين بفضل الفعاليات والدعم الكبير اللي موجود للشعب السعودي والمواطنين السعوديين، هذا الشيء يخليك انت تحضر وانت مستمتع. نعم. اضافه بانه التقائك مع الثقافات الجديده المختلفه عليك اللي ممكن تصعب عليك انك تروح لهم، الان اصبحوا موجودين هنا ممكن تلتقي فيهم. سمعت كلام الزميل قبل شوي، كان يجب علينا احنا كاعلاميين ان يكون هناك ندوات جلسات خاصه يعني عامه، بانه يكون في تبادل حوار تطوير ادوات بيننا وبينهم، هذا الشيء يفيدنا احنا كاعلاميين ويفيد حتى ان احنا ننقل الصوره الصحيحه عن السعوديه. السعوديه بلد سلام، بلد يعني بلد مميز في كل حاجه مهما حاول المغرضون، لكن احنا بالاخير اعمالنا هي اللي تتحدث عنا. ما يحتاج ان احنا نسوي كل الحملات الاعلاميه اللي قاعد يسويها غيرنا، لكن احنا الحمد لله رب العالمين بالافعال بقياده سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه وولي عهده الامين محمد بن سلمان، باذن الله السعوديه حتكون فوق هام السحب من اليوم الين ان شاء الله قيام الساعه باذن الله. اشكرك، اذا كان معنا سيد خالد الغانم الاعلامي الرياضي من الرياض، شكرا جزيلا لك.